ميني شخصية مثيرة للجدل يعني ده اللي ميني يعني. وكل ما كانت بعيدة عن شخصيتي كل ما بيمتعني أكتر يعني. أنا قلت لك هو صدام حسين راجل عنيف جدا. أنا مش كده مش طبيعي خالص, بس راجل عنيف جدا جدا. كل برنامج له هدف. ما بروحش أعمل برنامج من غير هدف. لما قدمت الناس وأنا كنت بتكلم مع الناس البسيطة اللي عايزة تلاقي نافذة تعبر منها عن مشاعرها عن أحاسيسها عن متطلبات حياتها البسيطة. لما رحت اتكلمت على برنامج كان اسمه مع حبي وتقديري, كنت بتكلم بعد 25 يناير على العمل وقد ايه انا بقدر العمل وقد ايه انا بقدر الناس اللي خرجت من الصندوق وابتدت تحسن من احوالها بالعمل بالشغل. النهارده بنتكلم على الزمن, في زمن احنا مرينا بيه, في دولنا العربيه النهارده بتمر بتجربه يعني سيئه جدا لنا جميعا. فاحنا كنا فين وبقينا فين وايه اللي خلانا نوصل لكده؟ يعني كل عمل بعمله لانه ليه علاقه بالظرف الحاضر اللي انا فيه, وده اللي يهمني. في برامج كتيره جدا انا ما بشوفش ان فيها ثقافه, انا بشوف ان احنا محتاجين جرعه ثقافه اكتر. النهارده لما اتجهت لمحطه الغد لان اتعرض عليا برنامج اولا له قيمه يهمني ان انا اعمله, الى جانب ان انا بشتغل على البرنامج يعني هي كانت فكره وابتدينا نتكلم عليها وابتديت ابلورها. فيهمني ان انا ابقى متواجد في محطه, اولا محطه اخباريه, البرنامج ثقافي له قيمه فكريه, ده اللي يهمني. ما بيهمنيش ان انا ما اعمل حاجه غير كده. انا بشارك كل ما بتجيلي فرصه ان انا اشارك بشارك. يعني كان عندي مسلسل السنه اللي فاتت وش تاني مع كريم عبد العزيز, كنت مع احمد السقا فيلم مافيا. لما تيجي فرصه يعني اجدد من كده اصغر من كده يعني, لما تيجي فرصه ويبقى في عمل يستحق هعمله طبعا. مفيش حد بيخلف حد, ما هو حد جاي بعد رشدي اباظه, هو في حد جاي بعد سعاد حسني؟ مفيش. كل واحد له شخصيته وليه التايب بتاعه. نجلاء فتحي نجلاء فتحي, عمرها ما هتتعوض. مربد امين يا مربد امين, محمود ياسين, نور الشريف الله يرحمه, محدش بيعوض حد. كل واحد بيبقى ليه شكله وليه شخصيته وليه اسلوب ادائه وليه الكاركتر اللي هو بيقدمه.